أعتقد الـ الـ يعني الملف الأمني تأتي في مقدمة هاي، لأنه في الملفات الأخرى هي تأتي في إطار الاتفاق والمذكرات التفاهم التي أبرمت مع بغداد، لأنه الحقيقة احنا نعرف أنه الجمهورية الإسلامية في إيران تحترم يعني التشكيلة الدستورية للعراق اللي هو يتكون من الدولة الاتحادية، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. فيما يتعلق في الملف الأمني، أنا أعتقد هو في الجماعات الإرهابية اللي حقيقة معارضة للنظام الإيراني واللي تشكل أو شكلت خطرا على أمن وسيادة الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، تم تدارك هذا الموضوع بالاتفاق الذي أبرم ووقع من الطرفين في هذا المجال، وهنالك احترام متبادل لهذا الاتفاق. لكنه أيضا نحن ينبغي أن نشير إلى نقطة أعتقد العراق ملزم بها حتى قبل هذا الاتفاق، وهو الدستور جمهورية العراق لعام 2005 اللي يحرم أو اللي يحظر استخدام الأراضي العراقية ضد دول الجوار مهما كانت، يعني مهما كانت المسببات. لذلك أنا أعتقد زيارة السيد الرئيس الإيراني بسشكيان إلى إقليم كردستان تأتي في إطار عملية التأكيد على هذا الجانب، وربما رأب الصدع اللي بين حكومة الإقليم والجمهورية الإسلامية اللي صار يعني على خلفية الاستفتاء الفاشل اللي جرى واللي كانت الجمهورية الإسلامية لها رأي معارض في هذا المجال. الملف الأمني وإعادة تفعيل الاتفاقية الأمنية، هذا ما أبرز من أبرز الأمور اللي أكد عليها الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة، وربما ستكون من أبرز الأمور التي ستناقش أيضا في أربيل كما ذكرت وذكر ضيفي الكريم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هل هناك تطورات أو نتائج تحقيقات بعد الحوادث الأخيرة في إيران ربما تجعل الإيرانيون يستشعرون بوجود ثغرة أمنية في هذا الجانب، أم يعني باختصار لماذا هذا التركيز على الاتفاقية؟ يعني بالتأكيد هذا الموضوع ما يأتي من فراغ، مثل ما تفضلت حضرتك بالتأكيد أكون هناك تفاصيل يتم الـ يعني الحوار فيما بين الجانبين منها، لأنه حقيقة هذه المناطق تعرف جنابك مناطق وعرة ومناطق يصعب الوصول إليها، ربما عملية التواصل فيها صعب، وبالتالي إجراء ترتيبات في هذا المجال أن يكون هنالك عملية يعني تعزيز للأمن في هذه المناطق تفعيلا أو إعمالا للاتفاق اللي أبرم في هذا المجال. كذلك أيضا تكون بادرة حسن نية من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران ورسالة واضحة للإقليم في هذا المجال، يعني عندما يكون هنالك زيارة للإقليم من أعلى يعني سلطة تنفيذية داخل الجمهورية الإسلامية إلى الإقليم، أعتقد هذه الرسالة ستعزز الاحترام المتبادل وتعزز أيضا احترام الاتفاق في هذا المجال، بحيث ما تسمح سلطات إقليم كردستان لأي نشاط عسكري إرهابي يؤثر على العلاقة البينية في هذا المجال، لأنه حقيقة مثل ما أيضا تفضل الضيف أنه جزء مهم من التجارة البينية بين البلدين هو يمر عبر إقليم كردستان، وهذه أيضا نقطة مهمة.